لمزيد من المتابعة ينضم إليها من الخرطوم مراسل غد محي الدين جبريل. إذا محي، ما هي طبيعة الإجراءات القانونية التي هددت الحكومة السودانية باتخاذها ضد المتظاهرين خصوصا بعد مقتل شرطي سوداني؟ وائل، عادة الحكومة السودانية ما تتخذه إجراءات في قادة المعارضة، هنالك سوابق في مثل هذه الظروف. مثلا كانت وسبق أن فتحت بلاغات في ضد السابق المهدي في نيابة أمن الدولة، هنالك نيابة مخصصة لأمن الدولة. عادة ما تفتح فيها الأجهزة المختصة أو جهاز الأمن والمخابرات، عادة ما يفتح بلاغات في مواجهة هؤلاء المعارضين، لكن حتى اللحظة لم يعلن عن أن أي إجراءات قد تم تحريكها ضد قادة المعارضة المعنيين، وهم من تحدثوا في المؤتمر الصحفي أمس الأول، ربما هم المشار إليهم، الذين أعلنوا أنهم لن يتراجعوا ولن يتحاوروا مع الحكومة حتى تحقيق أهداف الاحتجاجات التي خرجت لأجلها، ولعلهم هنا يقصدون شعار الاحتجاجات وهو سقوط أو إسقاط الحكومة. طيب محي، هل يمكن للحكومة السودانية أن تقوم بأي حال من الأحوال بإصدار مثلا قانون لحالة الطوارئ يتيح للحكومة السودانية والشرطة السودانية التصرف بناء على ما تقتضيه مصلحة السودان؟ هل يمكن أن يحدث ذلك خلال الأيام القادمة؟ بصورة عامة، هنالك عدد من الولايات في السودان تحكم بواسطة قانون الأحكام العرفية أو تطلب فيها حالة الطوارئ، مثل عدد من ولايات دارفور وكسلة الشرقية السودان وما جنوب كردفان وما إلى ذلك. ولكن بصورة عامة هنالك ربما لا يتوقع المراقبون أن يتم فرض حالة الطوارئ في هذا الوقت بالتحديد في الولايات الشمالية أو في الخرطوم تحديدا، لطالما أن هنالك أصلا إجراءات أمنية على الأرض يتم تنفيذها في مواجهة المحتجين، يتم اعتقالهم والتحري معهم، إطلاق سراح بعضهم، أو هنالك عدد كبير منهم لا زال في المعتقلات. أيضا هنالك نيابة أمن الدولة يتم تحرير بلاغات جنائية في مواجهة حتى الصحفيين، سبق وأن فتحت في مواجهتهم بلاغات وتم التحري معهم، وهنالك إجراءات قانونية تجري. لكن الآن ربما هو من المستبعد أن تقدم الحكومة على فرض حالة الطوارئ، لأن هذه الخطوة في حد ذاتها لديها تبعات أخرى، على هنالك مشاكل أخرى في البلد، مشاكل اقتصادية وما إلى ذلك. فرض حالة الطوارئ سيؤثر على مجمل الأوضاع بصورة عامة. نعم، محي الدين جبريل، شكرا جزيلا لك مراسل غد، كنت معي من الخرطوم.